الداتا. من غير مبالغة، الداتا هي أكثر شيء قيم في عصرنا الحالي. زي ما اتكلمنا عن نقل البيانات في حلقة الـ IT، واتكلمنا عن معالجة وتخزين البيانات في حلقة الـ Cloud Computing، النهاردة هنتكلم عن الجزء الأكثر خطورة والأصعب. النهاردة هنتكلم عن أمن المعلومات. أهلا بكم. السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معاكم ايمن محمد في حلقه جديده من خمسه برمجه. النهارده هنتكلم على امن المعلومات والسايبر سيكيورتي. بس قبل ما ندخل ونتكلم ونتعمق في الموضوع ده، يا ريت يعني لو انت ما شفتش الحلقه بتاعه الاي تي وحلقه الكلاود كومبيوتنج، تخلص الحلقه دي وترجع تشوفهم على طول، لان الكلام اللي انا هقوله مبني نوعا ما على بعض المفاهيم اللي انا قلتها في حلقه الاي تي وبعض المفاهيم اللي انا قلتها في حلقه الكلاود كومبيوتنج. فالصوره العلميه عشان تبقى واضحه معاك لازم تشوف الحلقتين دول. موضوع امن المعلومات عشان كبير شويه، هيبقى مقسم لأربع حلقات، من أول حلقة النهاردة اللي هنقول فيها المفاهيم الأساسية لحد آخر حلقة، وهي الحلقة الرابعة اللي هنتكلم فيها عن الكورسات والرود ماب. بس عشان تبقى فاهم أساساً الرود ماب دي بتتكلم عن إيه، لازم تبقى عندك بعض المفاهيم الأساسية، ودي اللي إحنا هنغطيها في الثلاث حلقات بداية من حلقة النهاردة. فيعني من غير كلام كتير بقى، لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، وفعل جرس التنبيهات، ويلا بينا. اول فكره عايزين نتكلم فيها النهارده هي الفرق ما بين امن المعلومات والسايبر سيكيورتي. تعالى كده مع بعض نحاول نشوف تعريف امن المعلومات من كتاب الحكومه. امن المعلومات هو العلم الذي يختص بدراسه اساليب حمايه المعلومات والبيانات في كل الاماكن وبكل الطرق الممكنه. ده تعريف امن المعلومات. طب ايه هو بقى السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني؟ هو العلم الذي يختص بدراسه اساليب وبروتوكولات حمايه المعلومات في الفضاء الالكتروني. يعني بكل بساطه، علاقه بين امن المعلومات والسايبر سيكيورتي تقريبا زي العلاقه ما بين الارتفيشال انتليجنس الاي اي والماشين ليرنينج والديب ليرنينج. الاي اي هي الفكره العامه، وبعد كده في جزء منه اسمه الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. بكل بساطه عندنا حاجه اسمها امن المعلومات، وبداخل امن المعلومات في جزء يختص بالفضاء الالكتروني او السايبر سيكيورتي او الامن السيبراني. طيب حلو قوي، تعالى بقى ندخل في الكلام اللي بجد. دلوقتي انا عندي مكان متخزنه فيه معلومات، ايه هي الحاجات اللي انا دلوقتي كراجل بتاع امن سيبراني او بتاع سايبر سيكيورتي اللي اقدر اعمله في البيانات دي عشان يتقال عليها مؤمنه، عشان يتقال عليها البيانات دي امنه؟ عشان البيانات يتقال عليها مؤمنه او امنه، لازم يتوفر ثلاث شروط: كومبيتيشناليتي، انتجريتي، افيلابيليتي. يعني ايه الثلاث حاجات دول؟ كومبيتيشناليتي يعني السريه، انتجريتي يعني السلامه، افيلابيليتي يعني التوفر. يعني بكل بساطه، الداتا بتاعتك دي عشان تقدر تقول عليها امنه، لازم يتوفر فيها انها تكون سريه، مش اي حد يقدر يوصل لها، لازم تكون سليمه يعني مش ناقصه، لازم تكون متاحه للشخص المخول له الوصول لهذه الداتا. لازم الثلاث شروط دول يبقوا متوفرين في الداتا بتاعتك عشان تقدر تقول الداتا دي امنه وما حصلهاش اي نوع من انواع التشويه او الاختراق او التلاعب. المانيبيوليشن، المانيبيوليشن ده في بلاوي زرق هنتكلم عليها بعدين. المهم، السريه او الكونفيدشناليتي بكل بساطه نقدر نقول عليها زي الباسورد. الباسورد هو شكل بسيط جدا من انواع السريه على الداتا. لو انت معكش باسورد مش هتقدر تشوف الداتا دي عباره عن ايه، بسيطه جدا، او مش هتقدر تعمل اكسس على هذه الداتا، بسيطه جدا. الانتجريتي او سلامه الداتا نقدر نديها مثال الهاش. فاكر حلقه البيتكوين؟ حلقه مهمه جدا انصحك تشوفها. لما انا قلت لك بكل بساطه ان تعدين البيتكوين هو ان احنا نقدر نجيب الهاش الصحيح. الهاش الصحيح ده هو اللي هيدينا العمله الالكترونيه بتاعتنا. الهاش بكل بساطه هو نقدر نقول عليها هو مفتاح مشفر للداتا، يضمن الداتا بتاعتك توصل كامله، يضمن ان الداتا بتاعتك توصل كامله ومن غير نقص ومن غير تلاعب، يعني من غير ما يتبدل فيها حاجه، بسيطه جدا. الحاجه الثالثه وهي الافيلابيليتي. الافيلابيليتي ان الداتا تبقى متاحه. يا حلاوتك لما الداتا تبقى سريه، بس سريه قوي محدش عارف يوصلها خالص، حتى الاشخاص اللي هم مسموح لهم يوصلوا لها. يبقى بكل بساطه المشكله بين حاجتين، دايما المشكله بتبقى بين حاجتين دول، هي السريه الكومبيتيشناليتي والافيلابيليتي التوافر. احنا ما ينفعش نعمل غرفه مصمطه متقفله من كل حته، دي سهله وما فيهاش مشاكل. المشكله دايما ان الغرفه بتاعتنا اللي فيها داتا بيبقى فيها باب، والباب ده المفروض يعدي حد بكل بساطه معاه مفتاح او معاه باسورد. طب ينفع شخص يسرق الاي دي دي او يتنكر على انه شبه الشخص المفروض يدخل الغرفه دي ويدخل؟ اه، زي ما انت فكرت كده. الكلام ده هنتكلم عنه في حلقه الهاكينج. الفيروس ده مشهور جدا اللي هو التروجن، حصان طروادة. يبقى دلوقتي احنا فهمنا الثلاث حاجات اللي لو حصلت نقدر نقول عليها الداتا دي مؤمنه، ولو فيها حاجه غلط نقدر نقول عليها الداتا دي مش مؤمنه. ايه هي بقى الاماكن اللي ممكن تتسرق منها الداتا؟ الداتا ممكن تتسرق من ثلاث اماكن، يا اما من السندر، يا اما من الديستنيشن او الباث. السندر يعني هو الجهاز اللي بيبعت الداتا، الموبايل بتاعك مثلا. الديستنيشن هي الوجهه اللي بتوصل لها الداتا. الباث هو كل النودز او كل الاماكن اللي الداتا دي بتعدي عليها في الطريق، من اول الراوتر
بتاعك اللي في الاوضه الثانيه للشركه القمر الصناعي لتليفون صاحبك. كل ده يعتبر باث، وكل نقطه من النقاط دي خلال الطريق ده ينفع الداتا تتسرق منها او يتم التلاعب بيها او التصنت عليها من الثلاث ابواب اللي احنا قلناهم. يا اما الهاكر يقدر يدخل من حته الكونفيدشناليتي، يقدر يشوف الداتا، كسر حته السريه، او يقدر يتلاعب في الداتا او ينقص منها حته الانتجريتي، او بكل بساطه يمنع الشخص التاني ان هو يوصل لها من حته الافيلابيليتي، الداتا توصل له متشفره مش مفهوم منها حاجه. فيروس مشهور جدا هنتكلم عنه بعدين. عايزك بقى ايه تصحصح كده وتركز معايا لان بدانا ننتقل في المفاهيم. يبقى دلوقتي عندنا ثلاث اماكن لازم نامنهم كويس، وثلاث اماكن لو انت هاكر هتقدر تدخل منهم، وعندك ثلاث مفاهيم ولو انت هاكر هتقدر تتعامل مع الكونسبتس او المفاهيم دي. ايه بقى حته البرميشنز او الاذونات؟ الكبير وصل. بص يا معلم، كل حاجه او خلينا نقول الكور بتاع السايبر سيكيورتي هو البريميشنز، الاذونات. Did you allow access this data؟ هو السؤال ده. ركز معايا يا معلم، انت بكل بساطه مسموح لك انك تاكسس الداتا دي او مسموح لك انك تشوف الداتا دي؟ ليه دايما كل الموضوع بيتعلق بالاذونات؟ لان الثغره الكبيره كلها في موضوع السايبر سيكيورتي هي مشكله بين حاجتين: توافر الداتا وسريه الداتا. الداتا احنا عايزينها تبقى سريه بس متوفره في نفس الوقت، بسيطه جدا، ودي جنرال بروبلم بتاعتنا في السايبر سيكيورتي كله. بص، سايبر سيكيورتي عامه هو دراسه اساليب وبروتوكولات. يعني ايه؟ يعني انت هتدرس اساليب طرق عشان تقدر تنفذها بايا كان السيستم اللي انت بتشتغل عليه. الطرق او الاساليب دي تقدر تنفذها عشان تقدر تامن الداتا بتاعتك، زي مثلا الفاير وولز بانواعها او الجدار الناري اللي دايما بيتم استخدامه مع البيانات الحساسه جدا اللي هي لو اتكشفت لشخص هتبقى مصيبه. وهنتكلم عن الطرق اللي انت بتامن بيها الداتا في حلقه خبير الامن السيبراني، هنتكلم عن الفيروسات وانواعها وطرق الاختراق وطرق التلاعب والمانيبيليشن في حلقه الهاكينج او حلقه الهاكرز. وهنا انا متاكد ان اكيد في سؤال في دماغك: هل انا لازم اوفر الثلاث شروط دول، السريه والسلامه والتوافر كلهم؟ دي شيء صعب، يعني شيء مش منطقي او شيء بيفتح ثغرات كتيره جدا، الموضوع بيبقى يعني مفتح من كل حته. لا، انت مش لازم تركز عليهم كلهم. في الواقع انت مش صح ان انت تركز عليهم كلهم، انت دايما بيبقى عندك جزء معين بتركز عليه، هو الجزء المعين ده بتاع الداتا بتاعتك. يعني مثلا في الانتقالات او التعاملات البنكيه بيركزوا على حاجتين، بيركزوا على الانتجريتي السلامه بتاعت الداتا، وبيركزوا على الحاجة التانية وهي السرية. السلامة بتاعت الداتا لان دي فلوس، يعني لو رقم بيتغير او رقم جه ناقص فانت حساب شخص ينفع تعمل فيه مشكلة. والحاجة التانية وهي السرية، محدش يطلع على حساب الشخص ده. بس حتة الافيلابيليتي دايما بتبقى مش مركزين عليها قوي في الانظمة البنكية. يمكن في بعض الحسابات البنكية انت عشان تطلع على حسابك لازم تروح البنك ذات نفسه، او لازم تعمل خطوات كتيرة جدا عشان تقدر تشوف الحساب البنكي بتاعك. فالنقطتين اللي دايما بيبقى فيهم شغل مثلا في موضوع حسابات البنكيه هما الانتجريتي والكونفيدشناليتي. ده مثلا على عكس كل شغل السوشيال ميديا اللي بيركزوا على حاجتين: اللي بيركزوا على الافيلابيليتي، السهوله في الاكسس بتاعه الداتا دي، ويركزوا على الكونفيدشناليتي، السريه بتاعه الداتا. بس الانتجريتي مش مهم قوي. يعني بكل بساطه الرساله او المكالمه بتاعتك محدش يتصمد عليها، وبكل بساطه الشخص التاني يقدر يشوف الرساله بسهوله، بس مش مشكله لو جت ناقصه. وده بيحصل يعني كان زمان كتير قوي في التليفونات القديمه، ولحد دلوقتي بيحصل على فكره في الواتساب وبيحصل في الماسنجر، بيحصل شويه باجز كده لان هم بكل بساطه حاطين الباور بتاعتهم كلها وبيستخدموا اكتر الاساليب في ان هم الداتا محدش يتفرج عليها او الداتا محدش يعمل لها اكسس غيرك، والداتا تبقى سهله للشخص التاني يوصل لها مش جايه متشفره، بس مش مهتمين قوي بموضوع السلامه. بس موضوع سلامه الداتا او انها توصل كامله تكتب رسائل الكترونيه، فانت يعني اكيد هتفهم الصياغه بتاعت الموضوع ده. مش معنى كده ان هم مطنشين خالص، لا، انا بتكلم على توزيع الباور. هنتكلم عن توزيع الباور ده لانها فيها علاقات رياضيه شويه. يعني مثلا لو انت زودت الليفلز او زودت اللايرز بتاعت التعقيد في موضوع الكونفيدشناليتي، موضوع السريه بتاعت الداتا، غصبا عنك هتضطر تقلل في موضوع بتاع الافيلابيليتي، الداتا مش هتبقى متاحه بسهوله. لان انت دلوقتي لو انت زودت في موضوع الكونفيدشناليتي، يعني زودت في موضوع السريه، فانت هتحط باسورد على باسورد مثلا، تاكيد برقم التليفون، وتاكيد مش عارف بايه، وتاكيد مش عارف بايه. التاكيدات دي كلها هتضمن سريه الداتا بالتاكيد، ولكنها من ناحيه ثانيه هتقلل من حته ان هي الداتا تبقى افيلبل لكل الناس، او حتى افيلبل ليك انت. يعني انت لو انت ضيعت مفتاح من المفاتيح اللي معاك، الداتا مش هتبقى لك افيلبل اساسا. فانت زودنا سريه وقللنا من التوافر، بسيطه جدا. اخر نقطه هنتكلم فيها وهي انظمه
التشغيل او الاوبريتنج سيستم. الحاجه اللي احنا هنبني عليها ثلاث مفاهيم بتوعنا، او الحاجه اللي احنا هنبني عليها ثلاث مفاهيم، والحاجه اللي احنا هنخزن فيها الداتا. طيب الاوبريتنج سيستم هو نوعا ما اساسا الاوبريتنج سيستم ده موضوع مهم جدا طبعا، هو الاشهر والاكثر استخداما هي الكالي لينكس. سؤال، ليه معظم الناس اللي بيشتغلوا امن السيبراني بيبقوا بيستخدموا كالي لينكس مثلا، او بيستخدموا توزيعات لينكس المختلفه، ما بيستخدموش ويندوز او اي او اس؟ بكل بساطه ويندوز او اي او اس مأكدين جدا في موضوع الكونفيدنشاليتي والانتجريتي، عشان كده الافيلابيليتي مش متاحه قوي للمطور. يعني السيستم بتاع ويندوز واي او اس متشفر، انت كمطور ما عندكش اكسس، ما عندكش افيلابيليتي ان انت تشوف الاكسس، ان انت تشوف كل ابواب هذا السيستم، عشان كده ما بيتمش استخدامه من قبل المطورين. اما بقى من ناحيه تانية كالي لينكس اكد على الافيلابيليتي، انت يا معلم معاك اكسس ان انت تشوف السيستم اساسا مبني ازاي، وده نوعا ما بيفتح الطريق من سكتين ليه بتوع الامن السيبراني هم يسدوا كل الثغرات لان هم شايفين السيستم كله، ومن ناحيه تانية للهاكرز عشان هم يكتشفوا ثغرات جديده. لو انت اشتغلت على كالي لينكس قبل كده فانت اكيد عارف، ولو انت اشتغلت على ويندوز فانت اكيد عارف الشاشه دي، شاشه الكوماند. الشاشه بتاعه الكوماندز او الشاشه اللي انت بتدي فيها الاوامر بتاعتك للسيستم، تكتب الاوامر بطريقه كتابيه يعني، هي بتعمل لك اكسس نقول على 10% من السيستم على حسب اليوزر او على حسب ادمن في السيستم ده ولا لا. فانت عندك اكسس حاجات بسيطة جدا حفاظا على السرية بتاعت السيستم، حلو قوي. اما بقى لو انت اشتغلت على لينكس باي نوع من انواع لينكس فانت اكيد عارف الامر الاشهر سودو. سودو بكل بساطة هو التنين المجنح اللي بيخليك تعمل اكسس على 100% من السيستم بتاع لينكس. حرفيا انت ينفع تتعامل مع كل البرميشنز، تقدر تشوف كل الثغرات اللي عندك. انا عارف الكلام اللي بقوله دلوقتي قد يبدو جنرال قوي، ولكن زي ما انا قلت احنا بنحاول نبني المفاهيم عشان بعدين لما اقول لك مصطلح ما دماغك ما تلفش معايا. يعني تعال نعمل ملخص بسيط عشان بس ايه نلم الدنيا. اتكلمنا على الثلاث حاجات الاساسيه كونفيدنشاليتي انتجريتي افيلابيليتي، اتكلمنا بعد كده على الثلاث اماكن اللي الداتا ممكن تتسرق منها، قلنا السنتر والباث والديستنيشن، وبعد كده اتكلمنا عن البريميشنز الاذونات، وبعد كده اتكلمنا عن توازن ما بين 3 كونسبتس السريه والسلامه والتوافر، وتكلمنا على مثال لأنظمة البنوك، وتكلمنا على مثال لأنظمة السوشيال ميديا بتبقى ازاي. ولو انت عكدت على حاجة وزودت ليرز او عقدت في شيء من الثري كونسبتس دول غصب عنك هتضطر انك تفقد شيء تاني لان مفيش سيستم مثالي او لسه ما تمش اختراعه يعني. اتكلمنا بعد كده عن أنظمة التشغيل، ومن الحلقة اللي جاية بقى يا معلم بكل بساطة هي الاساليب والبروتوكولات اللي بيتم بيها تأمين الداتا. دلوقتي فهمنا الاساسيات واستناك الحلقة الجاية، ومش هقول لك بقى لو الحلقة عجبتك لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات، واشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم، باي.